التأمين الصحي والتغطية الصحية. إذن الآن أيضا نتوقف عن الحديث عن التأمين الصحي، راح نسميه التغطية الصحية الشاملة، هذا المفهوم العصري الحديث. نعم هناك خطة وهناك بوادر أيضا، وبدأنا بالحديث عن هذه الخطة والتدرج للانتهاء من التغطية الصحية الشاملة بحدود عام 2030. هذا موضوع مش سهل، هذا موضوع عجزت عنه دول كبرى، لأنه يحتاج إلى ثلاث أركان أساسية: هيكلة وتشريعات واستدامة مالية. واليوم نعمل إحنا على هذه الأمور إن شاء الله. رح تسمعوا قريبا على البواكير، ستسمعوا عن الأفكار المبدئية اللي رح نبدأ فيها بإعادة هيكلة القطاع الصحي حتى يستطيع أن يقوم بعمله لتوفير التغطية الصحية الشاملة. حتى ننجح بدنا هالجبل هذا نطلعه على مراحل، ما بنفع إحنا اليوم نط من لا شيء إلى القمة. المرحلة الأساس اللي بدنا نبدأ فيها هي الرعاية الصحية الأولية وتوفيرها لجميع مواطنينا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.